ازيكم يا حبايبي، وحشتوني جدا جدا. النهارده هتكلم عن منتج فظيع والله، فعلا غير بشرتي 180 درجة. المنتج ده اسمه هيالو كونكس. طبعا بفضل الله انا عرفته صدفة، فالحمد لله ان انا فعلا عرفت المنتج ده. هو التركيبة الاساسية بتاعته الهيالورونيك اسيد. طبعا انتوا عارفين الهيالورونيك اسيد حلو جدا للبشرة، بيعمل زي امتلاء للبشرة، بيخلي البشرة طرية كده زي بشرة البيبي. وتاني حاجة فيتامين سي، وفي مادة الكولاجين. يعني هو مكوناته جميلة جدا. انا كنت بعمل ديرما بين عند دكتورة، فربنا يكرمها يعني، فانا بقول لها عايزة سيرم حلو. انا استخدمت كنت انواع قبل كده، وهتكلم عنها في ريفيوهات لوحدها يعني مفصلة. فبقول لها انا عايزة سيرم يكون حلو، فهي بصراحة رشحت لي هيالو كونكس ده سكين سيرم. فهو بصراحة تحفة تحفة تحفة. اول حاجة هو بيجي على شكل بامب كده دم. انا يعتبر ايه خلصته، والله فاضل فيه حبة صغيرين جدا، وخايفة اصلا يخلص. طريقة استخدامه ازاي؟ بغسل بشرتي بالغسول اللي هو مناسب للبشرة بتاعتي، او اللي انا متعودة عليه الصراحة. فانا بستخدم غسول ارجنتو. بعد ما بغسل بشرتي ممكن تحطي تونر او ما تحطيش، ده على حسب. وبعد كده بتكوني مجهزة ازازة كده فيها مية ورد او اي حاجة، او التونر يكون مرطب ببشرتك، لان هو بيعمل على يعني الوش لما بيمتلئ بيحافظ على المية اللي تحت الجلد، فلازم يكون في ميه معايا، بحيث ايه يمتص الميه دي وبيحافظ عليه. فحاول يكون يا اما ماء مقطر، او هي الماء اللي بيتباع في الصيدليات، او انا بعمل صراحه ازازه كده وميه، بحط فيها شويه ميه ورد وبحطها في التلاجة. بعد ما بغسل وشي برش كده على وشي، فبعد كده بحط السيرم، وبعده لازم كريم مرطب طبعا، لان هو لو من غير الكريم مرطب فبيعمل جفاف للبشره. دي حاجه اي سيرم لازم تستخدموه تحطوا كريم المعالج، وبعد الكريم المعالج اللي هو الترتيب، مفيش كريم معالج يبقى يكون المرطب على طول. تمام. فانا حطيته زي ما انتم شايفين كده، هو سمكه مش تقيل ومش خفيف، وريحته تحفة 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 تحفة. هو كان سعره 220 جنيه، 220 جنيه كان ساعتها الدكتور عامل عليه عرض، انا اخدته ب 200 جنيه. بصوا يا بنات، اللي عملوا معايا والله والله بكل امانه، فتح البشره، عمل تفتيح للبشره. حتى ده كان ملحوظ جدا، واختي كانت بتسالني انت بتحطي ايه في بشرتك، انت بتستخدمي ايه الفتره دي لبشرتك، فقلت لها انا بستخدم هيالورونيك اسيد. بس انا كنت متوقعه ان ده من الهيالورونيك اسيد بطبعه، فهي جابت نوع تاني وطلع معاها برضو حلو. بس بصراحه ده انا جربتي بعديه 2 هيالورونيك اسيد تاني، والله تحفة 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 تحفة. ده الوحيد فيهم اللي فعلا عمل امتلاء لأي واحدة بتدور تعمل فيلر لبشرتها، هو ده. ما تروحيش يمين او شمال، هو ده، استخدمي ده. فبصراحة جميل جدا جدا. انا استخدمته قعدت تقريبا، يمكن هو قعدت معايا لابوها، بصوا يعني انا خلصتها قعدت معايا تقريبا 2 ونص كده. انا كنت بستخدمه صراحة كل يوم، وقلت لكم على الطريقة اللي انا استخدمتها بيه. وبعد كده انا ايه قلت خلاص يعني هجرب نوع تاني، بس كان حاجة تحفة. عمل تفتيح للبشرة، شد البشرة كده، وبص هو مش بيخفي الخطوط اللي طلعت، لا هو بيحاول يحسن الخطوط او يملأها. عارفين عمل امتلاء للبشرة كده، يعني يمكن بطلت اعمل ماسكات، والله انا بطلت اعمل ماسكات اللي هي نفخ الخدود دي. بس يعني المنتج ده تحفة، وسعره رخيص. يعني انا سعره 220 او 200 ايا كان، لا بصراحه بالنسبه لي تحفه، وهرجع اكرره تاني. والله انتوا عارفين انا مصداقيتي في الريفيوهات، سواء بقول حلو بقول عليه وحش، ده تجربتي الشخصيه. حلو انا بقول لكم التجربه بتاعتي، وحش انا بقول التجربه بتاعتي، ما بقولش هو ايه النظام بتاع. فهو بما انه في فيتامين سي، ودي بصراحه يعني مش متاكده منها قوي، فدي يعني ما ينفعش يستخدم معايا اي سيرم او اي حاجه فيها ريتينول، عشان انتوا عارفين بيتعارضوا مع بعض طبعا. بس انصح بيه جدا، ويا رب يكون الريفيو بتاعي عجبكم. وما تنسوش تدعموني بشير ولايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.